السلام عليكم. مرحبا يا أستاذ. حياك الله، معك مشرف النشاط في مدرسة ابنك محمد. حياك الله، طال عمرك، معروف الله يحفظك. خير محمد، في شيء؟ لا لا الحمد لله ما في شيء، لكن نحتاجك تحضر للمدرسة، الأمر ضروري. لا يا أستاذ، مو معقول الكلام اللي أنت تقول. ولدي محمد ما يسرق، ولدي متربي أحسن تربية يا أستاذ، ولدي يخاف الله، أكيد الموضوع فيه غلط. حد نفسك أبو خالد، أنا معك، محمد من أفضل الطلاب عندي، لكن حط نفسك مكاني. أنا نزلت الساعة ورحت أوضي، ما حد دخل عندي بالمكتب إلا محمد. يوم جيت ما لقيت على كل ذا أنا ما شكيت فيه، لكن عاد طلعته من شنطته. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا أستاذ، ممكن أخذ ولدي الحين؟ أنا متصل عليك عشان هالموضوع، لأن محمد صارت نفسيته شوي تعبانة، أبيك تجلس معه بالبيت، لكن لا تخاف، ترى الموضوع راح يصير سر بيننا. أي سر يا أستاذ، لكن سر لين تظهر براءة ولدي، وتبي تظهر بإذن الله. سلام عليكم. عليكم السلام. يلا يلا محمد، تعال يا ولدي، هد نفسك، وانا ابوك، هد نفسك، الموضوع فيه خطأ انا متأكد. انت يا ولدي متربي وما تسوي هالامور. انا ما سرقت، ما ادري كيف، بس هجت بشيء انطتي. يا ولدي ادري انك ما سرقت، بس ابيك تفكر معي زين، وش صار بعد ما طلعت من غرفة المشرف؟ اول ما طلعت من غرفة المشرف انا اتذكر رحت الفسحة عشان اشتري من المقصب، رن الجرس ورحت للفصل، وجاني المشرف ناداني وقال لي جيب شنطتك، ورحنا غرفة المشرف طلع الساعة وانا ما سرقتها. يا ولدي ادري انك ما سرقت، وارفع راسك يا محمد، ارفع راسك، انت ما سرقت، واعرف اخلاقك زين، واعرف تربيتي لك زين، وادري انك تخاف من الله، تعوذ من الشيطان يا ولدي، وصل لك ركعتين الحين واطلب الله، حن الله يظهر الحق، ربك كريم يا ولدي، يلا توكل على الله.